نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية بالتعاون مع جامعة طنطا قافلة طبية شاملة إلى مدينة بسيون لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي على 1056 مريضا وصرف الدواء لهم بالمجان، كما شهدت القافلة أيضا إجراء اختبارات محو الأمية ل100 مواطن وزراعة 50 شجرة مثمرة، بالإضافة لتقديم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية للأهالي في الإسعافات الأولية والأمراض المزمنة.